الموقع بوست نشر خبرا حول قيام قراصنة مجهولين بسحب مبالغ مالية من أحد البنوك في اليمن. بحسب الموقع، فقد كشف بنك اليمن والكويت عن عملية قرصنة وسحب مبالغ مالية من حسابات بعض عملائه في حادثة هي الأولى من نوعها تشهدها البنوك اليمنية. وفقا للموقع، فإن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى أرقام نحو على 7% من إجمالي بطاقات، مشيرا إلى سحب 10,000 دولار من حسابات أولئك العملاء، حيث أرجع البنك سبب ذلك إلى سوء استخدام إحدى البطاقات في مواقع غير آمنة، وهو ما أتاح لطرف آخر الوصول إلى أرقام البطاقات. في بيانه، أكد البنك اتخاذه الإجراءات السريعة لمعالجة الأمر وتدارك الوضع وحصر المبالغ المسحوبة، إلى جانب تعويض العملاء المتضررين وإصدار بطاقات جديدة لهم، على أن يتسنى لهم استرداد المبالغ وفق الإجراءات المعمول بها من شركة ماستر كارد.